مو الأمير على راسهم، ما في يوم أثروا مع لبنان، تعاملوا مع لبنان كأنهم عم يتعاملوا مع الكويتيين، وإن شاء الله العلاقات يعني تكون على أفضل. ونحن يعني عم نقوم بهالزيارة لحتى نقول لسمو الأمير والشعب الكويتي أن لبنان بلدكم، نحن الدولة والحكومة ضد أي عمل أمني، ونحن بنعتبر أنه أمن الكويت من أمن لبنان ولا نسمح بهذا الشيء. هل لمستم أنه هيدا الاستياء وبراهين؟ هل دولة الرئيس هل ممكن يترجم هذا الاستياء لشيء ضد لبنان؟ لا، إن شاء الله ما بيكون في أي إجراءات بهذا الموضوع، ولكن في استياء ما في شك. نحن علينا أنه نطلع على هذا الموضوع ونعالجه بالشكل الواضح والجريء لحتى كل الأمور تزيل، لأنه هذا واجبنا كدولة وكحكومة. بشو طالبتكم الكويت اليوم دولة الرئيس؟ شو الخطوات اللي ممكن تاخذها الحكومة للحد من تداعيات هذه المشكلة؟ يعني أنا برأيي أنه مجيئنا لهون والحكي بكل صراحة وانفتاح مع أخواننا بالكويت، وخاصة مع سمو الأمير، كان كلام واضح وصريح، وان شاء الله الامور يعني على افضل. طيب شو رح تعملوا كحكومه لبنانيه دوله الرئيس؟ شو رح تعملوا كحكومه لبنانيه؟ ما حتتاثر ان شاء الله. شو هل قدموا ادله على الاتهامات يعني بالاعترافات وبالاحكام؟ هل في ادله على ضلوع حزب القضاء الكويتي واضح وصريح؟ وهذا شيء تعاون حيصير بيننا وبين الاجهزه الامنيه والقضاء، ونحن حنتعاون بشكل كتير واسع. اللي بيهمني أنا بالنسبة لأهل الكويت وسمو الأمير خاصة، اللي دائما كان ينظر على لبنان كدولة وكشعب واحد وكدولة، يعني دائما كان السباق لمساعدة لبنان، ونحن هيدي العلاقة اللي بين الكويت وبين لبنان بدنا نحافظ عليها بكل الوسائل، وهذا الشيء ان شاء الله حيحصل. ما في حتابع انا شخصيا الموضوع. هسه في اتصال مع حزب الله يعني بهالموضوع لمتابعه الموضوع؟ نحن في اتصالات وان شاء الله هذه الامور بتزول. شكرا.